أشرف، اليوم هو لولاية الجزائر عبد القادر زوخ على تدشين حظيرة للسيارات بشاطناف وتهيئة الطرقات وازدواجيتها ببن عكنون وشوفالي، كما أعطى إشارة انطلاق مشروع نظام ضبط حركة المرور والإشارات الضوئية على مستوى بلدية محمد بالوزداد. المتابعة لمليك عمار سحقي. التصدي لأحد أكبر المشاكل التي تؤرق العاصمة بتنظيم حركة المرور تطلب التركيز على ازدواجية الطرق أو توسيعها، بدءا ببن عكنون عين الله إلى شوفالي، كلها طرقات مزدوجة. وبالنسبة للقليربان دونك طرق راه مشغل، دونك باش نخففوا من الضغط اللي موجود من حركة المرور، وخاصة بالنسبة للحافلات نتاع الطلبة نتاع الجامعة اللي متواجده في هذوك الاماكن. كذلك كاين محور هنا في جهه بن عكنون ولا مزدوج من جهه مقبره بن عكنون. الحقيقه هو كل هذا فالديدرا وبن عكنون نوصل حتى لافريبون، والاشغال متواصله حتى لعين الله، تكون كلها مزدوجه. ومن بعد نخرجوا معنا على 5 جوليا ونلحقوا في المحور بتاع كليربا. استحداث حظائر للسيارات من جملة الحلول المطبقة، وقد اختصرت هذه الحظائر بطوابقها مئات الأماكن في نقاط سوداء مثل حظيرة شاطونوف والتي توفرت على محطة للحافلات بسبعة اتجاهات. تهيئة الطرقات ببن عكنون وشوفالي والأبيار ثمنتها كاميرات مراقبة تسهيلا لحركة المرور. يبقى على المؤسسة المختلطة وضع الأضواء الإشارات، دشنا حظيرة لكل السيارات تاع البيان بالطاقة ب 730 مكان. خطوات جادة في مسعى القضاء على الاكتضاض، خاصة بعد استكمال مشاريع تهيئة الطرقات.